ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. للمرة الثانية يتجاوز المغرب عتبة 2000 حالة كورونا في يوم واحد، وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 مساء من يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 77878 حالة. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفعت إلى 59723 حالة بعد تماثل 2484 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 1453 بعد تسجيل 26 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة. جهة الدار البيضاء سطات سجلت لوحدها خلال 24 ساعة الماضية 1169 حالة توزعت على مدينة الدار البيضاء، 959 حالة المحمدية، 58 مديونة، 46 النواصر، 34 برشيد، 27 الجديدة، 20 سطات، 15 سيدي بنور، 10. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.